سؤال ولعل طارئ الآن في الساحة ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي، الكثير من المنشدين تعرضوا أو تطرقوا إلى مسألة إعادة بعض الأغاني من دور طبعا من دون محظور شرعي، وأصواتهم جميلة يعني، هل تشوف هذا الشيء إيجابي ولا غير إيجابي أبو علي؟ والله سؤال جميل جدا. طبعاً أعادوا إنشاد بعض الأغاني يعني حتى تفهم الصورة، بعضهم يحسب أننا نقصد بالغناء. أي إنشاد بعض الأغاني. هو أنا لي صراحة تعليق، ويعني أنا معليش أنا آسف، وجود هاني يعني أستاذ لي صراحة هاني، وأنا أقف والله من جد يعني أتكلم ما أقولها تواضع، أنا أعرف نفسي يعني هاني أنا من الناس اللي استفدت منه في المجال يعني، وهاني أستاذ ما يحتاج إني أمدح وأقول الكلام هذا، لكن السؤال هذا قد يطرح على هاني قبلي، لكن أنا لي تعليق بسيط إن سمح لي أخوي هاني والأحبة. الله يسعدك. إعادة الأناشيد أو عفوا إعادة الأغاني الموجودة من بعض أحبابنا وإخواننا، طبعا هم إخواننا وأحبابنا حتى لا يفهم المسألة أن نتكلم عن ناس مجهولين، الاجتهاد طبعا منهم كان متمسكين في نقطة واحدة وهي إعادة الأغاني، يقولون احنا ما ودنا نعيد الاغاني بشكل الموسيقى الموجود، لا احنا نعيدها بدون موسيقى. زين، طيب وش الهدف منها وش الفائده منها؟ ما في فائده الا اننا نلمع الاغنيه الاصليه، وايضا لن نحقق نجاح سياتي المستمع لها مباشره الى سماع الاغنيه الاصليه يبحث عنها. هنا ما في فائده يعني لاعاده الاغنيه إلا فقط لأن الأغنية مثلا حققت سماع عالي جدا وانتشار كبير جدا، فجو بعض المنشدين باجتهاد منهم، طبعا احنا نعرف إن شاء الله نواياهم، لكن اجتهاد منهم أعادوا الأغاني من باب أنها احنا عدناها بدون موسيقى. هنا أنا كان لك أكثر من تغريدة فيها ووصلت الصوت فيها في أنه احنا أخوان وإحنا أحبة، وبالعكس العتب البسيط هذا يدل على شدة محبتنا البعض، والسكوت يمكن يوهم البعض أن ما نحب بعض.